ضع في بالك أن عواقب الأمور تختلف بحسب أعمال الناس، فإذا كان عمل الناس خاطئا فالنتيجة خاطئة. إذا عصرت التفاح فلن تحصل إلا على عصير التفاح، ولو عصرت البصل فلن تحصل على عصير التفاح، إنما تحصل على عصير البصل. كل عمل يؤدي إلى نتيجة، وهذه النتيجة عادة من قماشة العمل. العمل الصالح نهايته صالحة، نتيجته صالحة، لكن العمل الخاطئ نتيجته لا تكون صالحة. الذي يعمل مثلا في تجارة المخدرات وهو يظن أنه سينجح ويصبح مليونير بسبب أن تجارة المخدرات سهل والأرباح بلا حساب، هذا ما يظنه كثيرون، لكن في أثناء الطريق تعتقل وتودع في السجن إلى نهاية حياتك إن لم يكن العقاب إعداما. كثير من الناس يقدمون على موبقات الأعمال ويقدمون على الجريمة وهم يظنون أن عملهم هذا يؤدي بهم إلى نتيجة حسنة، لكن العمل نتيجته معلومة. الذي يشتغل في أي عمل من الأعمال السيئة الفاسدة فلا بد أن يعرف أنه لن يفلح، لن ينجح. من يعمل بطريقة خاطئة سيكون فاشلا، ومن يسلك طريق النجاح لا بد أن ينجح.